السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم بسام هول. مرحبا متتبعي القناة. الفيديو هذا غادي نشوفو فيه كيفاش يعني اليوم الأول من بعد إعلان الحكومة اتخاذ القرارات بالنسبة للحجر الصحي وبالنسبة لتقليص يعني النشاط ديال مدينة لندن بنسبة نقدر نقولو 80%. بقاو معايا تبعوا الفيديو هذا من البداية حتى النهاية، غادي نشوفو كيفاش نيا محطات القطارات، غادي نشوفو كيفاش نوما الحافلات، غادي نشوفو واحد التغيير كبير يعني وقع ما بين البارح وبين اليوم، غادي نشوفو كذلك السوبر مارشي الحالة ديالهم كيفاش نيا الحالة اللي وصلت لها يعني من بعد الحجر الصحي. لندن كما نعرفو هي القلب النابض ديال انجلترا، واحد المدينة اللي الحركة فيها ما كتوقفش لا بالليل ولا بالنهار، لكن هاد الظروف هذه الخاصة مدينة لندن تبدلت في 24 ساعة، أصبحت كأنها مدينة شبه أشباح. غادي نبداوها من محطة القطار، تشوف معايا كيفاش يعني التغيير الكاين، وغادي نختمها إن شاء الله بسوبر مارشي نشوفو عاوتاني الحالة اللي هي عليه. بقاو معايا تبعو الفيديو من البداية حتى النهاية، كلشي على المباشر، شوفو كيفاش نوا التغيير في هاد المدينة هادي. انا دابا غادي نمشي نشد الترا نشوفو شنو كاين، كيف عاملة السيركولاسيون هنايا. ها هو الترا، نمشي نجري. المهم انا ركبت في التران دابا كما تشوفوها، يعني الناس كتحاول ديما تخلي مسافات بيناتهم. كما يقول لكم بان التران نورمالمون في هذا الوقت هذا كيكون عامر يعني ستوكي، يعني شوفوا كيفاش الحركه ديال التران دائما كاينه، كتبقى واحد المسافه ما بين الناس، كيخلي كرسي عاد كيجلسوا. هذاك التران اللي كتشوفوه مقابل هذاك السنترال لاين يعني الناس كتكون مكتسه فوق بعضيتها. شوف دابا ماشي، المهم كتبقى دائما واحد الناس كيجلسوا كرسي عامر كرسي خاوي. انا وصلت دابا ليفربول ستريت، يعني شوفوا ستيشن كيفاش هي خاويه، اللي نورمالمون هنايا في الايامات العاديه في هذا الوقت هذا يعني ما تلقاش حتى منين تدوز، باش تعرف صافي يعني الناس هنايا بزاف ديال الناس ما بقاوش يمشيو للخدمه، بقات الخدمه بحال اللي كانت. احنا غادي نشوفوا من داخل ستيشن يعني كيفاش غادي تكون الدنيا. المهم بقاو معايا هنايا ماشيين مع بعضياتنا. هانتوما شو يعني مستغربة، يعني أنا غير الأسبوع اللي فات هاد الوقت كيما هذا، يعني كانت واحد البشر كان هنايا ما عندي ما نقولكم. شو دابا الدنيا كيفاش هي خاوية مرة، أو ليفربول ستريت يعني من بين يعني الستيشن الكبار اللي كاين هنايا في لندن. ها شوف شوفوا الستيشن كيفاش هي خاوية، باش تعرف ان كلشي تبدل هنا في يومين، كلشي تبدل ما بقاش نفس. شوفوا الستيشن خاوية والله غادي. نشوفوا من داخل كيفاش هي ستيشن. هاي ستيشن خاوية. هذه هي ستيشن خاوية.
وصلنا هنا للسوبر مارشي، شوفوا معايا كيفاش المواد الأساسية، يعني من المستحيل أنك تجبرها، كما الفارينة، كما البيض، كما السكر، يعني لي بات، السباغيتي، مكرونة، هذه يعني من المستحيل، مستحيلات أنك تلقاها في السوبر مارشي. والزيت حتى هو شنو اللي بقى تما في السوبر مارشي، ديك الحاجات اللي ماشي يعني أساسية. نخليكم وشوفوا الحالة اللي فيها السوبر مارشي هذا، ليدل اللي كان صور فيه. هادو هنايا كيبيعوا داك الشيء ديال يوم البيض، كيجيبوا هاد مارشي العشرة. اللي نورمالمون هادو في اي مس وقت هذا يعني ما تقدروش تجبر الناس كلهم كيجيو هادشي هذا. هذه تشوفوا معايا